عايز اعمل تتبيله حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول خالص قبل ما نبدا نسوي نجيب بس بقوله صغيره فاضيه. بسم الله. وعايز اعمل تتبيله حلوه كده بسيطه. التتبيله دي عباره عن ايه يا شيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سنه زيت الاول هنا كده، معلقتين زيت حلوين عليهم. هيكون مجهز عندي يعني فص توم حلو برضو على الزيت ده. بسم الله. كمان فص. ماشي الكلام لحد كده؟ كلام جميل. يبقى التوم مع فلفل اسود كمان شويه، وبرضو بحط عندي سي سولت او الملح الصخر ده، حلو جدا في الاسباك. وازود شويه عشان ببهر دلوقتي لحم السمكه، بس ملوش دعوه بالخلطه والتتبيله والسنجاري وما سنجاري الحاجات دي لا. ومعاهم كمان هنا بقى بص تاتش بقى مختلف، نص معلقه كركم على نص معلقه كاري. هنا بقى في اختلاف شويه. وهاخد كمان تاتش بهارات مشكل. شوف واجي هنا بقى كده، اخد كمان حته حبهان، شوف دي، وابدا ادوب الكلام ده كله مع بعضه. الثوم مع البهارات مع سنه الزيت اللطيفه اهو. وممكن ادي عصره ليمون بسيطه كمان كده، واقلبهم مع بعض كويس جدا. ادوب كويس قوي البهارات بتاعتي بالملح بكل حاجه، يبقى كده زي الفل. اجيب عندي فرشه وامسك السمكيه بتاعتي، بس قبل ما امسكها بقى واتبل اعمل الارضيه اللي ادخلها الفرن عشان بس ايه ما ننساش. طيب صينيه الفرن بتاعتنا عاديه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي عندي ورق الومنيوم وورق زبده. نجيب الاول ورق الومنيوم وهنعمل كده عليها ورقة الزبدة، وهنعمل كده. حلو الكلام. وهجيب عندي، ركز معايا في اللي جاي بقى ده، بطاطساية حلوة فيها مية. شوف كده، هاخد سنة مية كده بسيطة اهبط بيها ورق الالومنيوم ده او ورق الزبدة ده عشان ما يتحرقش مني، وعشان كمان يبقى ماسك في الصينية زي حضراتكم شايفين كده. حلو الكلام. وهصفي البطاطس دي وارجع تاني على طول. حلو الكلام. هجيب بوله فاضيه. بسم الله. احط فيها البطاطس الحلوه الكبيره دي على جنب، وهاجي معاها كمان وراح جايب عليها كده على طول فص ثوم. وعندي كمان في بصلايه نفس الموضوع معاها. حلو. ودي عندي سن فلفل اسود على فص الثوم اللي حطيناه على حبه ملح. حلو الكلام لحد كده. كلام جميل وزي الفل. هقلبهم مع بعض تقليبه حلوه. واجي راح اعمل ايه بقى؟ فرشهم، بس الاول هفرش ايه بقى كمان على التست بتاعي واكتر واكتر. ماشي، الزبده هتلاقيها في الثلاجه. بسم الله. اهي هدي عندي هنا كده مكعبين زبده زي ما حضراتكم شايفين، واقطعهم كده هيسيحوا مع الخضر اللي هحطها. بطاطس. بسم الله كده. ماشي الكلام وانا شغال. معلش عشان بس ايه البتنجان ما يتحرقش مننا. تقليبه حلوه كده سريعا. بسم الله. طبعا ريحه البتنجان اصلا انا بعشقها جدا، والصبح بيبقى ليها ريحه حلوه جدا غير اخر النهار، مش عارف ليه. فكرنا طبعا اكيد بالفطار الحلو الباذنجان المقلي، مفيش هزار يعني. طيب لحد كده احنا زي الفل، تمام التمام. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدا نجيب عندنا السمكيه الحلوه دي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما هي كده معايا يا فندم. طب الحشو مش الحشو، اقول لك اصبر بس عليا شويه، احنا هنعمل كل حاجه، ولكن الاول بس كده ايه نرجع تاني في موضوع الفرشه والتتبيله اللي عملناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا بقى ايه المع وش السمكيه كده الاول. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، وضامنين باذن الله ان احنا مطعمين كويس قوي لحم السمكه، وهناخد لون حلو جدا من الفرن دلوقتي، وهو ده المطلوب. وباقي التتبيله دي هنزل بيها على وش البطاطس اللي عندي كده، لمع برضو الدنيا. حلو الكلام. كلام جميل وزي الفل ان شاء الله. ناخد بعضينا ونطلع على فين بقى؟ على الفرن زي ما هي كده،
اقول لك زي ما هي كده. يلا بينا نروح على الفرن ده. ماشي، سيبها شويه. على ما نسيبها شويه هنعمل خلطه تانية بقى خالص، اللي ايه؟ الحشو بتاع السنجاري. ايه هو بقى الحشو السنجاري؟ بصلايه وجزرايه كله مبشور او مفروم، حاجات ناعمه مش شرط يكون كل مره جوليان او كميه كبيره، وطماطمايه في الاواخر، فلفل احمر واصفر واخضر الوان. هجيب عندي طاسه حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا انزل بيها سمنه زيت الاول مش كتيره عشان اطعمها واحليها اكتر، ممكن اديها مكعب واحد زبده. دي الفرسه او الخلطه اللي هحشي بيها السمكيه كده ان شاء الله. كل الخضار بتاعي هبدا انزل بيه بالتدريج، توتي مش اكتر من كده. انزل بالبصله الاول بسم الله على الزبده. وبصراحه هاخد البسله ده معايا كمان في السنجاري، مش هيقولي لا، هنشوف. وهنزل عندي بالفلفل الاخضر بتاعي بسم الله كده. تحت الزبده بتفرق كتير جدا في تشويح الخضار مع الفلفل الاحمر والاصفر. ودايما بحط في بالي ان انا ما بسويش تسويه كامله، انا باخد بس السوتيه حاجه تبقى لامعه معايا وتبقى فيها طعم ومتظبطه ومتبهره، وبعد كده ابقى احشي زي ما انا عايز وندخل الفرن ان شاء الله في النهايه. البتنجان ده يطلع على طول، شوف منظر البتنجان ده اللي هيبقى معايا في حشو السمك او سندوتش السمك المقلي كده. سيبه عندي على مصفى، مش البتنجان افضل نحطه على مصفى مش على منديل، عشان هو بيشرب زيت كتير، فالمنديل ممكن يخليه يبقى يعني مش متصفي زي ما احنا عايزين، اما المصفى ده هينزل كتير. والزيت ده هبعده على النار شويه عشان لما اجي اسوي السمك ما يبقاش محروق مني كده. خلاص كده انا بره النار خالص. نرجع تاني للحشوه الحلوه. معلقه بسم الله وابدا اقلب حاجتي. عايزه فص ثوم، اديها فص ثوم حلو. وكمان في حاجه تانية غير الثوم شفتها نسيت اقول لكم عليها، حبه كرفس مفرومين على كرات. دي فرسه او اسمها فرسه او الحشوه يعني، بتبقى جوه السمكيه ليها تسلي تاني خالص. وابدا ابهر بسن البهار مشكل وتاتش ملح بتاعي عادي جدا. وهدي من عندي النهارده تاتش بابريكا مدخنه محمره، شايف عامل ازاي؟ بابريكا مدخنه حته حلوه يعني، سكة مختلفة، الحتة طلعت عليا على طول المدخنة دي بتبقى ليها تيست مختلف جدا. وممكن أدي من روح الحشو سنة كركم على سنة الكاري، نفس اللي احنا حطيناه على وش السمكية. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. طب شيف مش هتحط عندك صلصة، عصير طماطم، مية، مش هقول لك لا، احنا كده زي الفل جدا جدا جدا. هنوسع نفسنا هنا، حط حبة البسلة دول ونحط الجزراية دي، وأحط معاهم حبة خضرة زي الشبت، زي الكزبره، البقدونس، كل الخضره اللي نفسي فيها في السنجاري اقدر اشكل براحتي. بلاش بقدونس، طماطميه في الاخر بحطها من غير بذره، شايفها يا فندم؟ اهو. وبكده يكون خلصنا امورنا، بس ناقص حاجه. ايه هي الحاجه؟ والله هي مش حاجه جامده ولكن عينيا اللي شايفاها. شايف ان ممكن نلمع شويه الخضار الحلو ده بسن زيت زيتون ثانيه نزود لها. بص هي مطفيه شويه. مطفيه ليه؟ عشان احنا لازم نديها تاتش في الاخر كده، سن زيت زيتون حلو كده يقوم ملمع الحاجه ومديها نفس كويس. طب ما حطيتش الاول على النار، اللي يقول لك خلاص حطينا على النار كل حاجه. هنا انا بدي فينش زيه زي البقدونس عشان اشم ريحته حلوه وابقى يعني تمام كده. الحشوه ان شاء الله بص منظرها عامل ازاي، سكه مختلفه شويه. سيبها لما السمكيه تاخد لون في الفرن كده خمسه، هنرجع نقفلها ان شاء الله واحده واحده. اللي عرفني هنشوف هجيلكم ولا تقولي انتوا عندي منورين الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. شوف هنا يا فندم منظر السمكيه لما دخلت الفرن لوحدها الاول خالص. خدنا 50% من التسويه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه والله والله كمان مره يعني ما بحبش اقعد احلف كتير. ريحتها احلى بكتير من شكلها دلوقتي، واحلى بكتير من ما بتكلم عنها. ايه الريحه جت منين؟ هي التومه والشبت اللي حطيناه والكزبره وال 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 والعصره الليمون وحبه البهارات عملوا ريحه حلوه. مفيش حاجه انا شايف ريحه حلوه. طيب الخلطه اهي، يلا بينا. حاضر الخلطه كده اهو تنزل في النص، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نوصل. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. شوف كده السمكية دي عاملة ازاي؟ بسم الله.
شوف الملامح، فاكرين الكركم على كاري؟ بص الالوان، هو ده اللي بتكلم عليه. ودي الشوربه اول ما تغلي نقفلها على طول خلاص. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.